اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي. ربما في الحلقه الماضيه كنا نتحدث عن الانفجار الذي حصل في البصره وقبل الانفجار ربما ب 48 ساعة أو أكثر أو أقل ربما كان رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يتحدث عن الوضع في العراق عن جزء من الوضع في العراق كان يقول بالنص وهذا ما يثير يعني كان يقول هناك دائما من يحاول بالنص هكذا قال هناك دائما من يحاول عبر السلاح إرهاب الدولة لكن الدولة بمؤسساتها وشعبها تقف بالمرصاد فلا احد فوق قرارها ولا سلاح خارج سيطرتها. هكذا قال. اذا هو يتحدث عن سلاح يحاول ارهاب الدولة. اولا السؤال الذي يطرح نفسه هي اين الدولة هذه؟ يعني مفهوم الدولة في العراق هل هو موجود؟ اذا كان موجود ليقول لنا الكاظم يخرج على الفضائيات ويتحدث بشكل واضح ما هو مفهوم الدولة يعني كيف يمكن ان نفهم الدولة الدولة التي يعني لا تسيطر على الشارع الميليشيات تتحكم بها والميليشيات تضع صورة رئيس الوزراء على على الارض وتدوسه بالاحذيه وهو القائد العام للقوات المسلحه وهي قوات تابعه له تسمى قوات تابعه له هي الحشد الشعبي الدولة هي حدود لا تستطيع أن تسيطر عليها والسيادة منقوصة والبلد لا يستطيع أن يحكمه مقسم إلى أكثر من قسم في الشمال سلطة وفي الجنوب سلطة وفي الوسط سلطة والعشائر لها سلطة والعشائر لها أسلحة وصلت إلى إلى المدفعية وإلى الدبابات لديهم أين الدولة هي؟ أولاً يقول لنا أين الدولة؟ أين سياسة الدولة الاقتصادية؟ سياستها العامة؟ سياستها الاجتماعية على المستوى؟ سياستها التربوية؟ سياستها التعليمية؟ وين هي الدولة؟ خدماتها وينها الدوله؟ فبالتالي هناك سلطه نعم حتى تتحدث عن سلطه نعم هناك سلطه تقمع الناس الابرياء الضعفاء نعم هذه نعترف بها لكن انت تتحدث عن دوله دوله فيها مؤسسات ودوله تعطي وتحفظ المواطن والمواطن مطمئن وامن في بيته وفي الشارع وفي كل مكان وفي وظيفته في كل مكان ونظام يسير بشكل دقيق وشكل وشكل مضبوط والاموال ليس فيها فساد، مو الفساد ينخر يعني كل الدوله، خدمات تقدم للمواطنين والمواطن ياخذ ويعطي لديه حقوق وعليه واجبات كل هذا جزء من الدوله، هناك تعليم مستمر ومتطور، هناك صحه، هناك خدمات، هناك بناء، هناك في العراق فساد لا مؤسسات خراب الجيش والقوى الامنيه مبنيه مثل ما هم يعترفون، يقولون بنيت على اسس خاطئه. فبالتالي بنيت على اساس الميليشيات وبنيت على اساس الولاءات للاحزاب والقوى الحاكمه، بالتالي دوله غير غير موجوده، هذا واحد. يقول ان هناك سلاح يحاولون ارهاب به الدوله، اذا كانت هناك دوله، هناك قوه. من هذا الذي يستطيع ان يرهب الدوله بالسلاح؟ واين سلاح الدوله؟ لماذا لا تخرج الدوله وتقطع يده؟ وتسيطر على السلاح، إذا كانت هناك دولة فعلاً، هذا واحد، هذه العصابات والميليشيات تدخل الانتخابات و... وتفعل ما تريد، وإذا نجحت أو خسرت، هي, هي الحاكمة للشارع، دولة بمؤسساتها، يقول الدولة بمؤسساتها بمؤسسات وشعبها، أي شعب يتحدث عنه؟ تحدث عن الشعب؟ الشعب اللي 85% من عنده قاطع الانتخابات ولم يشارك في انتخابات الدولة اللي يسميها الدولة واللي رعاها ورعتها الأمم المتحدة ورعاها العالم 85% من الشعب لم لم يشارك بها واللي شاركه وهي قوى أمنية وقوى تابعة للأحزاب ولديها مصالح حزبية ومصالح ومصالح تجارية في العملية السياسية التي شاركت أين هو الشعب؟ هل الشعب هذا الذي خرج في ثورة تشرين هذا الشعب اللي يحميكم أنا أقصد أنت تتحدث عن مؤسسة الشعب الذي يقف بالمرصاد أين هذا الشعب الذي يقف بالمرصاد مع الدولة ضد كل الأخطاء التي تمس الدولة يا دولة هذه الشعب اللي وقف في ساحة التحرير وكل ساحات بالناصرية والبصرة وبابل والنجف وكربلة وضربتوه بالرصاص وقتلتوا من عنده أكثر من ألف شاب وجرحتوا 32 ألف شاب وشاب واختطفتوا الكثيرين وهددتوهم وطرف ثالث وغير طرف ثالث وعدتوا بـ 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 بمحاسبة القتلة ولم يحصل هذا وفي وضح النهار قتلوا الناس وما زالوا يقتلونهم أين هي الدولة؟ أين هو هذا الشعب الذي تقول أنه يقف معكم؟ فهذه كذبة أخرى فلا أحد فوق قراره وليس سلاح خارج سيطرتها أي قرار هذا؟ من يحترم قرارات الدولة إذا كانت الدولة بلا هيبة؟ والهيبه ليست بعدد قوات الامن الذي بالشارع، الامن ليس بعدد القوات التي نراها في الشارع، دول كثيره في العالم كله الامن مستتب لكن لا ترى شرطيه في الشارع، لا ترى سلاحا في الشارع. نحن الكل يستعرض والامن مفقود. البدلات العسكريه تملا الشوارع والسيارات والعربات المجنزره والمعارف المصفحه تملا الشوارع والمواكب تملا الشوارع لكن ماكو امن. فأين هو الأمن؟ الأمن هيبة، الأمن الأمن يشكل هيبة الدولة لأنه هيبة الدولة هي عندما يحترم المواطن الدولة التي ترعاه ويضحي من أجلها لأنها هي ترعاه وتقف معه وتقف مع كل أمنياته وتحقق كل أحلامه وتعطيه خدمات ممتازة تعطيه تعليم ممتاز وصحة ممتازة وأمن ممتاز ورفاهية واستقرار وحاضر ومستقبل. لكن ان تقفل عليه كل كل الاشياء والفساد هو الحاكم وشهادات اكثر من 36 الف شهاده مزوره يحكمون العراق في كل المناصب يعني اين هي الدوله وبالتالي الشعب لماذا يحترمها ولماذا يقف معها ووين قرارها هذا الذي يحترمه الناس وهو فوق كل شيء ولا سلاح خارج سيطرتها اي سلاح ما هذا السلاح كله خارج سيطرتها او اخرها انفجار البصر هذا مين جاء وغيرها 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 وكثير وهذه 18 سنة من الموت والقتل ونهر ثالث يجري في العراق إضافة إلى نهر دجلة والفرات ونهر الدم نهر دم العراقيين يجري منذ عام منذ عام 2003 لحد الآن 18 سنة ودم العراق يجري والعراق يتحول إلى مقبرة من شماله إلى جنوبه وانتم لا هنا في صراعات الكراسي يتحدثون عن دوله وشعب يرعاكم كيف يرعاكم الشعب؟ الشعب يرعى شعوب ترعى الحكومات التي تقف معها التي تخرج من رحمها التي تقاتل من اجلها التي ترعى مصالحها التي تصون حريتها وكرامتها وسيادتها واستقلالها وتؤمن لها الحاضر والمستقبل هذا واقع الحال اما ان حديث مجرد حديث الكل يعرف يتحدث والكل يعرف يكذب ويدعي ويضلل وبالتالي القصه تتكرر منذ عام 2003 بوعود كاذبه، بأحلام كاذبه ما عاد الشعب يصدقها. الشعب الشعب لم يعد الا يعني يضحك عليكم، يضحك على جهلكم. هذا الجهل المطبق الذي تقودون به البلد وسيوصلكم الى 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 الى, إلى الانهيار انتم، العراق لن ينهار ما دام به شعب واعي ويقاطع ويقاطع العملية السياسية ولا يقبل بها ولا يقبل بكم ولا يقبل بالفاسدين ولا يقبل بالخراب ولا يقبل بأحزاب هذه السلطة ولا يقبل بكل هذا الوضع السيء الموجود الشعب هذا سيرفضكم سيكون الموجة الكبيرة التي تزيحكم كلكم ويؤسس دولته ويؤسس مؤسساته ويؤسس نظام الوطني الصحيح هذا واقع الحال أما الآن تتحدث لي عن شعب يقف معكم بالتضليل والكذب والكلمات البراقة وكم قلم يعني يلمعون الأشياء يجعلونها ملمعة وهي ليست لامعة هذا خطأ كبير وهذا جهل وهذا يعني يخرج من عقل كسيح حقيقة وبالتالي العراق يعرف أهله وأهل العراق يعرفون مع من يتعاملون ويعرفون واقع الحال أشكركم أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم обучение